السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأحباب، سعداء باللقاء معكم، حلقة جديدة من حلقات القناة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة. معانا النهاردة مجموعة من المواضيع والمشاهد الحصرية كما تعودتم معنا. امبارح عرضنا ليكم في حلقة بث مباشر قصيرة ما كملتش 12 دقيقة مشاهد من مشاهد مكة، وفي ناس قالت لنا ان الصورة كانت مش واضحة الى حد ما. انتوا عارفين البث المباشر احيانا يعني بتبقى الصورة فيه مش واضحة، فهنعرض ليكم النهاردة مشاهد لم تعرض من قبل لأحداث مكة وما حدث في مكة. وتعالوا نبدأ النهاردة أول كلام في الموضوع بتاعنا، التمهيد للطارق. التمهيد للطارق شغال على قدم وساق. احنا اتفقنا ان هو مش هيقولك ان النجم الطارق قادم، كلها تمهيدات غير مباشرة، ان هو يطلع عليك زي ما بيظهر. وصدنا في الخبر ان الخبراء بيقولوا ان الارض اصبحت غير صالحة للحياة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. طبعا ارتفاع درجات الحرارة ده عرض، لكن هو لا يعرض ليك السبب الرئيسي، وان الارض هتتعرض لمتغيرات كبيرة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة على حد قوله، ولكن في الحقيقة كلها ضربات الطارق. احنا شايفين العالم يعني حوالينا بشكله ايه، حتى كمان بدأت النظر الربانية تصل الى الدول العربية. الناس اللي كانت بتسأل وبتقول ما بيحصلش ليه عواصف ولا سيول ولا حاجة في الدول العربية، اتفضل وشوف اللي حصل على ارض مكة، وايه اللي العالم كله مش الدول العربية، ده العالم كله اتفاجئ بالأحداث اللي حصلت في مكة. والموضوع جه باختصار، يعني ما جاش بقى تمهيدي، ده جالك مباشرة في قلب الحرم المكي. تعالوا على طول كمان ننتقل إلى عنصر آخر. من 3-4 أيام خرجت علينا أخبار قوية بتقول إن الملك سلمان توفى إكلينيكياً، وعلى تويتر لو دخلت وعملنا حلقة واتكلمنا في البث المباشر وكانت أخبار، قلنا إن هي أخبار من قوة هذه الأخبار وانتشارها، قلنا إن هي أخبار شبه إن هي أخبار حقيقية، لغاية ما لقينا الرد جه من التلفزيون السعودي والديوان الملكي السعودي عشان ينفوا الخبر، فجاب لك ظهور للملك سلمان. جايبين الملك سلمان وظهور مفاجئ للملك سلمان في اجتماع لمجلس الوزراء، كما تظهر أمامنا الصور بتاعة الاجتماع الملك سلمان. وفي الحقيقة هي كانت مقاطع فيديو بس ما عرفناش ننشرها عشان حقوق الملكية. كما يظهر الملك سلمان موجود، وطبعا صور أثارت جدل كبير جدا، لان الملك سلمان على اقل تقدير، مش هنقول ان هو توفى ولا الكلام ده، ولكن فيه اتفاق ان صحته متدهورة للغاية. فالصورة الظاهر فيها الملك سلمان، الرجل ظاهر يعني النضارة تشع من وجهه ما شاء الله، يعني ولا كأنه واحد في الايه في الخمسينات من عمره في هذا المشهد. فالناس مستغربة جدا كيف يكون رجل ينازع مرض الموت أو حالته الصحية متدهورة وطالع بالشكل ده. تاني ملاحظة الناس اتكلمت عنها، ظهور الناس اللي معاه في الاجتماع كلهم لابسين الكمامات، فطلعوا قالوا هذه الصور قديمة وديت من الصور حديثة. حالة غامضة جدا جدا من تحيط الملك سلمان، ناس بتقول ان هو مات، وناس بتقول ان هو عايش وحالته تعبانة، وناس بيقولوا ان هو زي البومب وطالع اهو في الاجتماعات، وده كلام غريب للغاية. وهنفضل من وجهة نظري في حالة الجدل ديت لغاية ما يتم اعلان رسمي لحالة الملك سلمان سواء كان حي او ميت. وانا قلت لك رأيي في موضوع اقتتال الامراء، ان اقتتال الامراء هيتم قبل إعلان مش قبل موت،
في فرق ما بين إعلان وموت. قبل إعلان وفاة الملك سلمان الاقتتال هيحصل ما بين الأمراء الثلاثة، وده ليتفق كمان مع سياق الأحاديث اللي بتتكلم يقتتلوا عند كنزكم ثلاثة أمراء كلهم ابن خليفة ثم لا يصل إلى واحد منهم. فالسياق بيقول إن مش هيبقى فيه ملك بعد الملك سلمان، وإن الملك سلمان فيه طبقا للأحاديث هو آخر ملك من ملوك السنين، وبعد كده يخش ملوك الشهور ثم ملوك الأيام ثم ملوك الليالي كما جاء في الأحاديث التي جاءت في كتاب الفتن. تعالوا كمان نشوف إن الأرصاد في مصر بتقول اللي حصل في السعودية في مكة احتمال كبير إن هو يحدث في مصر. يعني زي ما بيظهر قصادنا الخبر، اللي حصل في مكة ممكن يتكرر في مصر. طبعا الخبر ده أثار حالة من الخوف عند المصريين، وده طبعا الصحف المصرية الرسمية، الكلام ده مش من عندنا. فهل من الممكن ان احنا نشوف السيول والفيضانات والعاصفة الكبيرة اللي حصلت في الحرم المكي نلاقيها في شوارع مصر؟ كل شيء وارد، واحنا بنسأل الله يعني اللطف لأهلنا في مصر وأهلنا في مكة وفي جميع بلاد المسلمين. قولوا جميعا اللهم آمين. تعالوا على طول نشوف، واضغط بكثافة على زر الإعجاب لايك، وشارك الحلقة دي على أوسع نطاق ممكن، الصواعق اللي بتضرب هلال برج الساعة. تعالوا نشوف، لأن في كمان خبراء بيحذروا بيقولوا أن الصواعق ضربت بقوة مباشرة الهلال بتاع برج الساعة، فبيتكلموا ويقولك لو استمر الأمر على ذلك ممكن يحدث انهيار جزئي للقبة بتاعة برج الساعة، ودي تحذيرات خطيرة جدا. تعالى نشوف مع بعض. كمان تعال نشوف السيارات المتحطمة، حاجة آثار والله مشاهد لم تعرض من قبل. تعال نشوف آثار الفيضانات والسيول بتاعت مكة اللي كانت من يومين. السيارات بعد أمطار ولي العهد اليوم. كمان تعال نشوف اللوحات والسيارات بتطير بالنسبة للعواصف الغريبة جدا جدا. تعال نشوف مشاهد اعتقد ان هي ما تعرضتش كتير لأحداث مكة. زي ما شايفين مشاهد غريبة جدا جدا وغير اعتيادية في فصل الصيف في شهر أغسطس. تعالوا كمان نشوف سيول قوية تغرق السيارات، مشاهد التي تظهر أمامنا. شوف السيارات، شوف السيارات، شوف السيارات. مشاهد غير اعتيادية، آثار الفيضانات، شايفين كما تظهر أمامنا سيول عصائر تتطاير، ويعني مشاهد غريبة جدا.
كمان تعالوا نشوف مشاهد لعربيات غارقة بتعوم في المياه، فيضانات بصورة غير طبيعية بالمرة. في الإجمال مشاهد مكة كانت مشاهد غير اعتيادية، وفي اعتقادي أن هذه المشاهد ستتكرر الفترة القادمة بقوة، وهنشوف كمان تطورات ثلجية. ده اعتقادي، وأنا بقولت لكم ده تحدي والتحدي مستمر. بارك الله فيكم أيها الأحباب. يعني كانت هذه إطلالة سريعة على أحداث في الساعات القليلة أو في آخر 3 أيام. بارك الله فيكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.